السلام عليكم الخوت، كي داير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على تاني فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش كان شي حاجه جديده توصلك حتى الاول. ونساوش الخوت تفعلوا مع الفيديو وخليو لي التعليق الزوينه ديالكم، كتب اي حاجه بغيتي، المهم وتخلي لي تعليق. يلا نبداو. ديروا لايك، ديروا لايك، ديروا لايك، ديروا لايك، بحال كيعمر فيهم الشوكولاط. شوفوا البنات شنو كتجلخوا الكمارتكم، ها هادشي كاع ما عطيتش شنو فيه كاع هادشي هذا. كنشوف الازمه بحال هاش. واه جانا مازال بالليل صحوا الناس كامل مسكرية وكلشي كيجري ما الصوم. حنا كنشوفوا دابا الناس يعني كل كيتقاتل مع الدويره ديالو، كياخذوا حويجات، كياخذوا المونه ديال يعني باش غادي يدوزوا هذا البرد هذا. وانت كتوجدي انا خرجت من الدار الحمد لله، سن انا وبنياتي الحمد لله اللهم لك الحمد. طلعت للرقرقه هنايا لقيت المحل فاش كنخدم ما فيه والو، زعما باقي ما تحركت فيه والو. لقيت المعن باقي مزيانين وخرجت المعن ديالي. خرجتي المعن ديالك هنايا؟ خليتهم تما كنرتاح فيها. صباح الحال صافي وانا كنشوف ما كاين. شفتي ازمه هنايا، الناس عايشين غير بالسردين و ما كاين الخبز، ما كاين نهار الاول ما كاينش الخبز، الناس كنردو الخبز. وانا اصلا خدامه كندير الخبز، كندير الخبز. خرجت المعن باش كنخدم، خرجت الفراغ ديالي وبديت كنعجن انا وبناتي. شنو كديري الناس؟ في الاول كنبيع الناس، كندير كنعطيها كنبيع عليهم وحده وحده، كنعطيهم الطابور. الغد ليه جاتنا المعاونه، جا الخبز سميتو صافي كنعجنو كنعطي الناس. وليتي كديري الفطور؟ فاش جاني جاتني المعاونه كنعطي الناس. واخا شنو كديري؟ كندير كلشي. بحال اش؟ اللوبيا، العدس، البيصه. الله يسهل عليك اختي، والله يجعلهم في ميزان حسناتك يا رب. فرنسا اللي فرعنا مخنبها، شوف شو تضبط من تيطلو. المساندين الرسميين للألعاب الأولمبية وما هادو. الله يخلي لكم اختي، الله يطول ليه في العمر يا رب. الله يستراك. عندك غتاكل ما عندكش؟ ما تساكلش. بين لهم قول لهم قول لهم قول لهم عندك غتاكل ما عندك؟ ما عندكش ما تساكلش. قولها لهم. لا حنا على قول لهم شك جيما. اهم حاجه هو الضمير يكون مرتاح. المهم راه قال ليها هزز ولكن مشى. المهم ضميره مرتاح.
ok. Donc félicitations pour l'ensemble. Merci, merci, merci. تحية كبيرة للقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية، الترك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة وكاع الناس اللي ساهموا في هذه الكارثة هذه. تحية كبيرة لهم. لا هذاك رباها، هذاك الأب ديالها هو اللي كنت أنا شاداه، وأنا من ما بقيتش عاقلة على اليمين ولا اليسر. با كان لابس فوقية في جيل الزريرق، هذاك الوالد ديالها وراجلها باقي صغير، راجلها عنده 28 عام. من انا ميا خويا حضيت بركي قالوا لي راه بنتي تزوجات وراجل سير وصدق هذاك السيد بوها مسكين. الاخوان تلاقيت بهذا الدري الزويون كي داير عرفني شافني انا جالس كناكل انا يلا كنتغدى ما بقيتش خدام النهار كامل تشهيت الشوا ياك ما تشهيت تغدى اجي يا صاحبي عافاك دير لي دار له شي صالون دار لي شي حاجه انا قلت خويا جلس صاحبي جلس تاكل شفت انستغرام ديالك قلت لي كدير انستغرام ياك خلي خليكم انستغرام ديالو شنو سميتك سعيد صافي خليكم انستغرام ديالو هنايا سيرو تبع تبارك الله عليك الله يحفظك دابا ملي بغيت تعرض عليه هو توكل وداك الشيء علاش مصور لينا علاش باش بغيتي نعرض بعد من انا ملي كيصور اي حاجه كاين شي حوايج ما كيتصورش صافي عرفتي راه الدري خديتي له داكشي اللي خديتي له ما تصوروش كاع اصلا اش بغيتي صافي غير داكشي بينك وبين اللي خلقك علاش مصورو زعما انا كندير الخير وكذا زعما انا متواضع حسيت بزلزال خرجت حتى الساروت ديال الدار ما زيتوش معايا خرجت ما لقيت راسي في الزنقه والله الا حتى الحذاء ما زيتوش خرجت ما كاينش شي واحد ما عاش هادشي كلنا عشناه والحمد لله الله يرحم اللي ماتوا من البيت لهنايا ما كانش المكياج طبعا ما كاينش كانت ربما اخر حاجه تفكري فيها ماريا هي المكياج او لا هي كيف ساطل على المشاهد كان الهاجس اخبرهم بما وقع لانه كانت بزاف الاسئله الشكل كان متجاوز ربما الناس اعتادوا على مقدمي الاخبار ومقدمات الاخبار بواحد لوك معين في الظروف العاديه في اخر حاجه تفكري فيها هي المكياج فبالتالي كنت لدرجه ما لقيناش لا كوافوز باش نجمع لي شعري جمعته عادي جدا ودزنا مباشر حتى الغد وطيله الايام صراحه تحيه كبيره لهاد الصحفيه هذه مسكينه بقات سهرانه اللي كل كتعطينا في المعطيات وفي الاخبار وداك الشيء تحيه كبيره ليها واحد الطور درك عزاد انني عزاد اسكر اللعاب ولا ما نلعب دابا في عزاد بونو عزاد البونو علاش عزاد اسم الحارس اسنات حراسي اسم ملي كتديك توش كالكاسكيط هاد قال لي شكون عزيز عليك قال ليه عزيز عليا الحارس بونو وقال لك بونو جاوبو يقدر يعطي القميص ديالو الله اعلم واش هادشي صحيح ولا صحيح ما عرفتش اوكي توش ما عرفتش باهي حطها بارك المهم فايزه عليك يعني راح الغالي راح ان شاء الله اهل المنطقه عندنا شي مساكن محتاجين وتيعاونوا الناس مازال تيطلعوا فيهم شوف انت كي خرج لي مكسكسه شوف الناس هاو القرجه دابا نلقول طق طق داك شي عشيري دخل شوف دخلتي لبا الطراق وداك الشيء عادي انت راه بوقول البنات عرفتي شنو وقع جيت انا والقرش زيد انت هنا القرش والطقطق وداك الشيء وكرينا الدار الدار غزاله كانت عندنا واحد البنت فنه الله يسعد عليها مفرشه انا دابا فرحت هو عيط لها مبيضه ما فينك عرفتي حيدت عليا بعدا القرش الدار تكرات القرش ها عندي السوارت وكل شيء واو على فرحه عرفتي واحد الفرحه ناضي خلاعه واعر وهذا وفيها لاسانسور وداك الشيء وغنعيط لها الدري غيبقى يديه ويجيبو وغيدير الترويض وغيولي تيتمشى دابا انا راه عاش الملك وفرحانه والله العظيم الادم يبدا القلب الكبير وحق الله شوف دابا كرات للسيد هو تدير الطرويد وبات ساعد مسكين حتى وكان يوقع لها رجلي زعما الله هو اللي غادي يزاز على هادشي كله اللي كدير انا نوريكم اخوتي واحد الحاجه بحق بلا ما تعيق شوفوا اسبانيا كيفاش زادت قربت شوفوا كيفاش قربت على اصلا هي قريبه شوفوا كيفاش زادت قربت دابا شاف والله ما تسيقوا ان هادي اسبانيا شاف شوفوا جبل الطر اخوتي شوف شحال قربتها اي زيد هاي كتقرب
بقى قد ما فات اخوتي تقرب نمشيو للرجل. عائشة هاي ملك، عائشة هاي ملك، طال لام سيدي، هلا لام سيدي. واش غنعاود لك؟ بغيتك الضر، بغيتك مصيبه والحل فيا يا اختي. كلها شي دعيوه. راه اختي داني شي تاويل خير، انا بغيت نعيش بوحدي، بغيت نعيش اختي في جزيره، وشي جزيره اختي معد، بغيت اختي نمشي، بغيت نمشي نبني انايا غير بويت مع هادوك، ونبقى نمشي اختي نشوف انا غير هذاك حسين ندوي انا وياه يعلمني الشلحه، تيقول لي السلام كي دايره هذاك الشيء ميمي، وبدا يقول لي ميمي ونقول له الحسين صافا ونقعد ونقعد اختي ونرتاح. الله يلعن عليك. ارتحتي في الجبال حتى نهار نموت ويدي من الامانه امانته. ما بقيتش اختي قاده، انا مرا كبيره ما بقيتش قاده. اختي طيبي لي دير لي قال لك الشهوة وي على الشهوة. ومين من اخويا غنجيب لك هذه الرومانسيه منين؟ باغي اختي ترومانسه. وشوفي اختي شوف الظالم ترومانسه يا راه طرابس يا اختي، اختي الرفسه طايح في المغرب. الناس اختي بخطو عائلات ولا نجلس. انا الخط نكونوا وصلنا لخط الفيديو، كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم اللي عجبكم. خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، اشتركوا في القناه، تفعلوا معكم الجرس، خليو لي التعليق الزوينه ديالكم، وتهلاو فراسكم الخط. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.